جلس الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فسألهم مبتدئا بأبي بكر فقال ماذا تحب من الدنيا؟ فقال أبو بكر أحب منها ثلاث: الجلوس بين يديك والنظر إليك وإنفاق مالي عليك. قال وأنت يا عمر؟ قال أحب منها ثلاث: قال قول بالمعروف ولو كان سرا، ونهي عن المنكر ولو كان جهرا، وقول الحق ولو كان مرا. ثم قال وأنت يا عثمان؟ قال أحب ثلاث: إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة في الليل والناس نيام. وقال وأنت يا علي؟ قال أحب ثلاثا: إكرام الضيف والصوم في الصيف وضرب العدو بالسيف. ثم قال وأنت يا أبا ذر؟ قال أحب ثلاث: الجوع والمرض والموت. ثم قال ولماذا؟ قال أبا ذر: أحب الجوع ليرق قلبي، وأحب المرض ليخف ذنبي، وأحب الموت ليلقى ربي. حينئذ نزل سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام وقال أنا أحب من دنياكم ثلاث: إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة وحب المساكين. ثم صعد إلى السماء ونزل مرة أخرى وقال لهم الله يقرئكم السلام ويقول وأنا أحب ثلاث: لسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، وجسدا على البلاء صابرا. فاللهم اجعل ألسنتنا ذاكرة وقلوبنا خاشعة وأجسادنا على البلاء صابرة. فاللهم اغفر واهدي وافتح قلب كل من نشر هذا اللقاء.